سالتها خد رشوت بدل دايس اجا بدل دايس بدل دايس زين سالتها خد اصلا رايتش بتقولي استرختي بلاستيك اسمع والله والله اسمع اوكي انت حطيتني هنا مش انا اخترت البلاصه هي دي هو بعض الكوس اكيد ما بدناش نناقش كده سالت البلاصه طبعا انا مش نشبد عليها جمله موضوع ما نحبش نشبد عليه الموضوع في الكل يقعدوا غادي في الكرسي هذا مش ضيوفنا احنا من الدار مال الدار به كنت كنت في بلاستيك سالتها قلت لها في اطار انه سؤال على الاعمال التلفزيون كله سالتها قلت لها شنو تقول سبق الخير اي قالت لي كلهم نتقابلوا في المحكمه احنا شاء مش جايين نهار انا ما ذكرت حتى يضل لي في سويسرا ولا وين فما فازا كيما هكا به شنو ردك شنو ردك ولا وين وصلت فما قضيه شوف هي مرفوعه أي. من سوريا فما قضيه شوف اي مواطن عنده الحق يعرف ايش كي اللي يحب يعني انا نجمش كي بيك قدوه نقول انت سرقت لي المريوله ذاك نتاعي نجم نقول ولا فما قضاء اللي هو عادل واحنا عندنا فيه ثقه كل واحد يعطيه حقه ايش عملت المدام هذه مشيت قلت انا سرقت الفكره نتاعها كيف سرقت الفكره نتاعها دونك بالقانون ايش عملت بالضبط المحكمه عينت خبير انا الخبير ما في باليش به بكل ما في باليش ما عرفني انه الخبير والحمد لله انه الخبراء ثقه قال لي وجود في تشابه بين زوج الاعمال معني اون برانسيب عبد اخر بعد ما تصير الحكايه ذي يطلب سماح يقول سامحني راني غلطت معاك اتهمتك بالواحد نطلب سماح هي متماديه اكثر من هكاك معني ولا طلب وشتم على وسبين على الفيسبوك انا ما نحبش نجاوب على خاطر الانسان لازم يختار الخصم نتاعو معني حتى شنو اللي خليها معناها انها تقول هكاك والا انها ترفع قضيه وهي معناتها شوف ما عندها حتى شيء باش تربحوا لا يعني. هو شوف لا عندها ما تربح ساعة اولا انك تحكي عليها تو ديجا رايحه على الاخر هي انه لفت اني انا نكون كونكيرون نتاعها في رمضان بالنسبه لي هي حاجه ما قبلتهاش وانا حكيت لك بكري في الاوف صايل علاش عملت هذا كل خلي بعد القضاء نجي نحكي لك بالذمه خلي ساعه الحكايه تاخذ مجراها ومن بعد وكل انسان ياخذ حقه بالمحكمه ان شاء الله واضح شفت ليلى سندريلا قايس ولا والله